يسعد أوقاتكم، أكيد بدي رحب فيكم مشاهدين اليوم بحلقة جديدة من برنامجكم نصيحة وبسمة. درجت بالفترة الأخيرة عمليات التجميل وصارت موضة مثل غيرها، أنف مرفوع، شفايف منفوخة، حواجب القطة وغيرها وغيراتها. خلونا نروح سوا ونسمع بعض النصائح حول موضوع عمليات التجميل. هذا مرض نفسي مثل ما قلت لك والله، لأنه ما في أحسن من خلقة الله. ما في أحسن من خلقة الله. التعديل ما بيشوى. ليكي ما في أحلى من خلقة ربنا، وما في داعي حد يغير بشكله يخلو شكل طبيعي أحسن. طبعا هو مضمون البنت أحسن من الشكل، ضل على طبيعتها أحسن يعني. أنا ماني ضد التجميل، بس ضد العالم تصير كلها تشبه بعضها، عرفتكي؟ فبدك تعملي عملية تجميل اعمليها، بس مو تصيري تشبهي حدا، تصيروا كلكم مثل بعض. هلا يعني اذا الوحده ما انا بحاجه وخلص، اذا مقتنعه بحاله ما في داعي، اما اذا يعني ما انا مقتنعه بشكله وهيك تعملها بس حتى ترضي حاله، اما بس انه كمان تشبه حدا او انه بس هيك يعني تعمل عمليه، لا انا ضده. كمان اي شيء هوسي هو شيء ضار، اي شيء هوسي. اوكي ما عجبك انفك اعملي، بس انه لا يضل هاجس عندكم انه عمليه تجميل. الهاجس ما انه حلو باي شيء. اوكي ما في احلى من الواحد يبين بمظهر حلو انيق، بس ما يكون هيدا ما يتمحور حوالي حياة الإنسان. يعني المظهر هو بالنهاية هو واجهة للداخل، ما يكون هو بس، ما يكون نحن عبارة عن مظهر بدون داخل. هيدا نصيحتي بس. هلأ مو ضد عمليات التجميل، بس الهوس إنه لا، حلو يضل هيك شيء طبيعي يعني. إذا في شيء اضطراري مثلا، حادث أو كذا، ليش لا؟ بس إنه أو مثلا إذا معاجبهم شيء بسيط اوكي، بس تغيير جذري وشامل ليه يعني؟ الواحد يكون مبسوط بشكله، وين المشكله يعني؟ حلو التغيير، حلو التغيير، حلو الحياه انه واحد يغير شيء بحياته. ما ابدا انا ضد كثير عمليات تجميل، كثير ضدها، ماني معها ابدا. خلي الطبيعه ما في احلى. يعملوا بطريقه منطقيه، يعني اللي بده تجميل يجملوا، بس لا يزودوا ولا بالايجاب ولا بالسلب. ما بنصحهم فيها كثير، في شغلات بسيطه ممكن تنعمل، يعني شغلة البوتوكس بشكل خفيف، أما التجميل أنا ضده. تصير تشويه مو تجميل، يعني بتلاقي الوحدة ما أحلاها عملت عملية تجميل، بتلاقي تمن عواج يا أنفة يا عينة، بتشوفي أشكال صارت مخيفة بصراحة. هلأ أنا ماني مع التجميل أبدا، لأنه خلقت رب العالمين. ما بحب عملية التجميل، والإنسان إذا ما بطبيعته يعني مهما كانت المرأة. يعني هلا شوف بنت صغيره بتشوفها ميشت شعرها او عملت حاجب او كذا، بالعكس الجمال الطبيعي ما في لز منه في العالم. وانا بنصح الناس كلها او اي شاب اذا بده يتجوز يطلع على المراه او شيء او البنت بجمالها الطبيعي. بظن انه هالشغله انه ما انا مفيده يعني ومضره يعني، وخلقة الله هي يعني احلى اجمل شيء يعني بهالكون، والجمال الطبيعي هو احلى شيء يعني. هلا انا بقول ما بحاجه ما يخاطر، لانه في منهم ما عندهم فكره عن هالموضوع. اول شيء يستشيروا الدكتور خاص بهي المواضيع، واذا كانوا بحاجه اوكي، ما بحاجه ما يخاطروا. يعني كمان خلقت الله، حرام الواحد يلعب فيها. ما انا منيحه بالمره ولا مشان شيء ابدا، يعني منها بتاذي البشره، وغير انه الابر اللي بتنضرب بالوجه بتنزع الوجه كمان. فلا، الافضل انه اذا وحده ما انا بحاجه لتجميل وهيك ما في داعي له، ما انا مضطره تغير شيء خلقه الله. كمان لا تعملوا تجميل، ما في داعي، ما انكم مضطرين تغيروا خلقه رب العالمين وتحطوا شغلات على وجهكم ما انا صحيه ومضره. وكل ما لا بتاذي البشره، كل ما كبرت الوحده بالعمر، كل ما صار انه وجهها يعني يتعب اكثر من هدول المواد اللي عم تحطها على وجهها. عمليات التجميل هي عباره عن غلاف وغطاء
لتجميه الوجوه القبيحة. فالوجوه هي خلقة ربانية، بس نحن دائما نشتغل على المكنون الداخلي عند الإنسان. فإذا كان الإنسان مضمون وجميل فما في داعي دائما للعمليات التجميل. عمليات التجميل هي عبارة عن مكسب مادي لبعض الشخصيات اللي عم يشتغلوا على هالمجال هذا. فنحن دائما نهتم بجمال القلوب وليس بجمال الوجوه. ربي خلقت الجمال وقلت التقوى، يعني الجمال من عند الله. يعني إذا خلص البنت يا بتطلع حلوة من أول ما بتولد يا ما حلوة، يعني ما فينا تخالف حكمة الله. هي جعوة الطبيعة، كل أدوات التجميل هي حق فرنك، بيضل خلقة ربه الواحد أهم شيء. عملية التجميل هذا موضوع شخصي، يعني إذا الإنسان بيشوف حاله بيكون أحسن ليش لا، ما نشي سيء. أنا بحب كل صبية من 25 تهتم به بحالة، لأنه بعد 60 يعني ممكن أنه تضطر تستخدم أو تضطر لعمليات تجميل لحتى ترجع بشرتها بعدين تستخدم الكريمات. فأنا بنصحها من 25 هي تبلش تعتني ببشرتها، كريمات مرطبة، في عندك كريمات أنه بتخفف التجاعيد أو ما بتخلي البشرة تتعب. وبالإضافة لكريمات الشمسية هي أهم شيء، خاصة هلأ صيف وبحر وكذا، فلازم أنه هي قبل ما تطلع على البحر أو على الشمس أنه كمان هذا من أول كريم لازم أنه هي تستخدمه كل صبية. حتى للأطفال أنا بنصح أنه ينحط على وشهم شوي، لأنه كلها عوامل طبيعية مؤذية للبشرة. بالفترة الماضية نحن ملاحظين أنه عمليات تجميل جدا صارت منتشرة بسبب وبلا سبب. هذا المجال وهذا التخصص وجد فقط لمن هو بحاجة له، وليس لتغيير خلق الله عز وجل، وليس لتشويه. هو اسمه تجميل وليس التشويه. الصبية اللي عم تشوف حالها أنه هي ما عندها أي مشكلة أو تشوه خلقي، ما أنا بحاجة لهذا الموضوع. حافظي على جمالك، لأنه أنت ربنا خلق بهذا الشكل لتحافظي عليه، وجسدك نعمة بين أيديك لازم أنك أنت تحافظي عليه. التجميل بمقدار ما هو جيد في بعض المناحي هو سيء في مناحي أخرى، وعم بتكون للأسف عم نلاحظ نحن ضمن الوسط في عنا حالات كارثية عم بتكون من وراء هذا الموضوع. فحافظي على جمالك لأنه أنت حلوة كيف ما كنتي. وبعد ما سمعنا هاي النصائح منكون وصلنا لنهاية حلقتنا معكم لليوم، بس أكيد موعدنا رح يتجدد معكم بكرة بنفس الموعد بنصائح جديدة. لا تنسوا تتابعونا، إلى اللقاء.